السلام عليكم، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب. فالموضوع ديال اليوم غادي يكون على واش يمكن يحدث لنا حمل رغم ان الدورة الشهرية ما منتظمش لنا. فالدورة الشهرية كتكرر عندنا من 11 حتى 13 مرة في العام، يعني المرأة عندها فرصة ديال 13 مرة باش انها تكون حامل، ولكن هذا الا كانت الدورة الشهرية منتظمة. ولكن إذا ما كانتش منتظمة كتكون فرص حدوث حمل قليلة بشكل كبير. فغادي نتحدث لكم على العلاقة بيناتهم وشنو الأسباب ديال عدم ديال انتظام الدورة، وأيضا غنعطيكم طرق العلاج ديال باش تنتظم لكم الدورة الشهرية. فبالنسبة للدورة الشهرية اللي كتكون منتظمة، المدة ديالها كتراوح ما بين 23 و 35 يوم، عكس العديد من النساء اللي كيقول لك المدة الشهرية اللي منتظمة كتكون محصورة فقط في 28 يوم. هذا خطأ، فالمدة الشهرية اللي منتظمة كتكون المدة ديالها تتراوح ما بين 23 و 35 يوم، والحساب ديالها كيكون من اول يوم من نزول الحيض حتى اول يوم من نزول الحيض ديال الشهر الاخر. دونك الا جاتني مثلا الدوره الشهريه في هذا النهار، مثلا في هذا الشهر، غادي نحسب من اليوم حتى النهار الاول ديال الدوره الشهريه الماجي ديال الشهر الجاي. فاسباب عدم انتظام ديال الدوره الشهريه بالنسبه للمتزوجات يقدر يكون لسببين، سواء نتيجه ديال التوتر او المرض، او لا نتيجه ديال الهرمونات كيكونوا مخربقين، كيكون متعلق بالهرمونات الاستروجين والبروجستيرون اللي كيخلي عدد مرات التبويض قليله. ومع الاسف ما يمكنش لنا نعرفوا شنو السبب ديال الخلل ديال هذا الهرموني اللي كاين. وما بين الاسباب اللي معروفه طبيا على عدم انتظام ديال الدورة الشهرية، ما بينها تكيس المبيض، او لا كيكون اضطرابات في الاكل، او لا كيكون بعض السيدات اللي كيديروا مثلا بعض الرياضات بحال السباحة ولا الجيمباز او لا غيرها اللي كيمارسوها يوميا ولساعات طويلة جدا، وهذا اللي كيأثر على عدم انتظام الدورة. والاضطرابات ديال الدورة الشهرية، سمعوني مزيان، اضطرابات ديال الدورة الشهرية كتعني عدم حدوث التبويض، ما كيكونش التبويض بصفة منتظمة، وبعض المرات يقدر ما يكونش التبويض نهائيا. فانا كنصح السيدات اللي ما عندهمش انتظام في الدورة الشهرية انهم يمشيو يشوفوا الطبيب ديالهم ويعرفوا السبب ويلقى لهم اون سوليسيون. فدابا غنتكلم لكم على العلاج ديال عدم انتظام الدورة الشهرية. بالنسبة للمرأة اللي عندها دورة شهرية غير منتظمة، فغنعطيكم دي بتيت سوليسيون. فاول حاجه سيدتي، حرصي باش تبقاي تاكلي غذاء صحي متكامل. كولي الخضروات، كولي الفواكه، كولي الحبوب الكامله، الزرع، الشوفان. بعدي قدر حاولي تبعدي قدر الامكان من الدهون. ثاني حاجه، حاولي ان يكون عندك وزن مثالي. فصعيب على المراه اللي كتكون غليظه بزاف، وخصوصا السيدات اللي عندهم تكيس المبايض. حاولي تاخدي فيتامينات، حاولي تاخدي مكملات غذائية. حاجة اخرى ديال الرياضة، ولكن الرياضة اللي تكون خفيفة وما كتأثرش على الرحم ديالنا، وتكون منتظمة ما تكونش لساعات طويلة. حاولي تشربي الماء بزاف. بزاف النساء كيقول لك لا انا كندخل الحمام بزاف ما نشربش الماء بزاف. بالعكس، خاص على الاقل يوميا تشربوا 3 لتر ديال الماء، ماشي مشكل. الله يجعل تدخلي كل ساعة الحمام، على الاقل 3 لتر ديال الماء اللي خصها تشرب يوميا. فاذا تبعتي هاد الخطوات غتساعدي باش يكون عندك واحد الجسم اللي يقدر يقوم بالوظائف ديالو الحيويه، وتقدر تكون عمليه تبويض جيده الى غير ذلك. فالناس اللي عندهم، نساء اللي عندهم دوره شهريه غير منتظمه، دابا غنتكلم لكم على حاجه اخرى اللي حاجه زوينه، كيفاش يمكن يكون عندي حمل رغم ان الدوره الشهريه عندي ما منتظماش. فاول حاجه
كيف ما قلت لكم قبيله، خاص استشاره الطبيب، تشوفوا الطبيب ديالكم باش تعرفوا السبب ديال اللي يقدر يكون هكا دي زغمون. مهم اول حاجه ديال بالنسبه للسيده اللي عندها الدوره الشهريه غير منتظمه وبالتالي ما غتكونش عمليه تبويض منتظمه، هي يقدر يعطيك الطبيب ديالك واحد المنشطات باش تساعدك باش تكون عمليه التبويض. وغالبا هاد المنشطات اللي كيتعطاو كتكون كيكونوا اقراص كتكون معروفين. المهم ما تديوش عليا انا، تبعوا الطبيب ديالكم، كيكونوا الاقراص ديال كلوميد، هادو هما اللي الاغلبيه تيعطيوهم. فهاد الاقراص كتساعد كتنشط عمليه التبويض وكتنظم كذلك الدوره الشهريه. ولكن مع كامل الاسف ان هاد الاقراص كتقلص لينا كتنقص لينا فرص حدوث حمل. علاش؟ حيت فاش كناخدو هاد الاقراص كتأدي باش يتكون لينا واحد المخاط في عنق الرحم، وهاد المخاط كيكون سميك. هاد المخاط ما تيخليش لينا الحيوانات المنوية يدوز، فهذا هو السبب ديال يمكن تقل عندنا فرص حدوث حمل. كاينه حاجه اخرى احسن من الاقراص، هي واحد الهرمونات اللي كتحقن تحت الجلد. هاد الهرمونات اللي كتحفز لينا المبيض باش ينتج لينا مبويضات اكثر وبصوره اكثر كثافه، كتكون احسن من الاقراص. وفي حاله ما نجح لينا هاد التنشيط ديال التبويض مثلا اللي قلت لكم، تقدر توصل النسبه ديال باش يكون عندنا حمل حتى 60%. هذا بطبيعه الحال الا نجح لينا هاد العمل ديال التنشيط ديال التبويض. اما لما نجحش لا قدر الله، وكنتمنى ما توصلوش ليها، فكيكون بقى غير خيار واحد، هو المساعده باش نساعدو في حدوث حمل، هو اللجوء باش نديرو التخصيب المجهري اللي كنسميوهم باطفال الانابيب. فنتمنى نكون فدتكم، والنصيحه اللي غادي نعطيكم هي بالنسبه للنساء اللي عندهم دوره شهريه ما منتظماش، نصيحه باش تمشيو تشوفوا الطبيب ديالكم، حيت مشكل طالما الدوره الشهريه ما منتظماش، طالما التبويض ما غاديش يكون منتظم ويقدر ما يكونش كاع. ف بما ان كاينه مشكله الا وكيل الحل ديالها، فشوفي الطبيب ديالك ويعطيك دي سوليسيون هكا، طرق باش نزيدو فرص الحمل. والله يسهل على الجميع، والله يفرح كل اي ست ان شاء الله. فكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ديال اليوم. فلا عجبكم الفيديو خليو ليا جيم، كان شي تساؤل او لا بغيت نهضر لكم في شي موضوع اخر خليوه ليا في لي كومونتير. الناس اللي جداد معايا في لاشين تابوناو معايا وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. السلام عليكم.